أنا ظروفي صارت كذي، خواتي الثنتين قاعدين عندي في البيت، وأختي الثالثة مسافرة، شو أسوي؟ بس إحنا تفاهمنا قبل وتكلمنا بالموضوع، عدل ولا مو عدل؟ عدل كلامك، بس أنت عارف قراري والمبدأ اللي أنا أبي، أنا لازم خواتي يدرون. أنظر خواتك، أنظر ظروفك تستقر، أنظر إلى أختك من أمريكا، تدري شنو أمريكا؟ يعني يبي له 3 شهور 4 شهور على ما يرد، وأنا قاعد أنطره يعني؟ ماني عارفة شو أقول لك عبد العزيز. أنا حتى ولدي ما قلت له. ولا راح أقول له أصلاً. بخلي زواجنا كذي ما حد يدري عنه. ولدك غير وخواتي غير. ولدك شيء طبيعي أساساً ما راح يتقبل إنه يشوفك تتزوج عقب وفاة أمه الله يرحمها. بس أنا خواتي بالعكس راح يفرحوا لي وراح يستانسون. زين. أنا أقول لك شنو الحل. نتزوج اليوم قبل باكر. تبي تتزوجني بالسر عزيز؟ لا يا عمري مو بالسر، هذا زواج وهذا زواج، وهذا حلال وهذا حلال، بس زواجنا نأخر إعلانه شوية، هذا قصدي، إلا إذا أنت ما بغيتي. لا، يعني لا تفهمني غلط. يا عمري، أنا فاهمك عدل. أنا أحب أقول لك إن أنا كبرت. أبي أعيش معاك بروحنا. أبي أستقر، يعني أبي أجابلك، ما أبي أحد ياخذك مني، أبي تكونين لي بروحي، هذا قصدي كله، ماني صغير أنا يا عمري، اقتنعتي؟ عطني وقتي،